لنتأهب للموت وشدته، تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فلنتزود لذلك، وخير زاد هو التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت، وإن شدة الموت أهون مما بعدها، إن لم يكن مصير العبد إلى خير، وإن كان مصيره إلى خير فهي آخر شدة يلقاها. ودليل ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على قول بنته فاطمة رضي الله عنها في لحظات احتضاره صلى الله عليه وسلم، لما قالت: وا كرب أبتاه، قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. الموت هو الذي يفرق بين الأحبة ويمضي في طريقه لا يتوقف، لا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق. الموت لا يستطيع أن يمنعه أحد عن نفسه فضلاً عن أن يمنعه عن غيره. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولا شك أن للموت سكرات، وللقبر ظلمات، وللنار زفرات، فاعمل يا أخي قبل أن يقال مات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يسلموا أمرهم لله عز وجل عند نزول البلايا والمصائب، وأن يلجأوا إليه سبحانه وإلى حوله وقوته جل في علاه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهو المقدر وهو من عنده العوض. كان من سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تغسيل الميت عند وفاته، فقد ماتت ابنته زينب رضي الله عنها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فأقبلت النساء من الصحابيات رضي الله عنهن إليها ليقمن بتجهيزها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهن بتغسيل ابنته زينب بحيث يتحصل من الغسيل النظافة، وعليه فإن الغاية من تغسيل الميت هو تحقيق نظافته بحيث لا يبقى على جسده شيء من الوسخ أو الرائحة، وإن كان الميت نظيفا فإن الغاية من تغسيله تعبدية، فغسل الميت واجب مثل تكفينه ودفنه. وقد ذكر العلماء أن الميت إن دفن دون غسل أو تكفين فإنه ينبش ليغسل ويكفن، إلا أن يعلم أنه تغير فيترك. لا يجوز دفن الميت دون غسل، لو كان مسلما وجب على المسلمين أن يغسلوه ويكفنوه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجرى له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. وغسل الميت المسلم واجب وجوب كفاية على من حضره من المسلمين ما لم يمت بيد الكافرين، أما من مات بيد كافر في معركة فلا يجب تغسيله ولا يستحب، لما روي عن أحمد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم، فإن كل جرح وكل دم يفوح مسكا يوم القيامة. أما من مات حريقا أو غريقا أو مترديا من فوق حائط أو جبل فإنه يغسل حتى ولو بقي من جسمه عضو واحد كاليد أو الرجل عند أكثر الفقهاء. إذا مات الرجل وهو جنب، أو ماتت المرأة وهي جنب أو حائض أو نفساء، فغسلهما كغسل باقي الأموات، فيكفي غسل الموت عن غسل الجنابة والحيض، لأن غسل الميت كغسل الجنابة، ولأن موجبهما واحد وهو الحدث فتداخلا معا، كغسل الجنابة والحيض في حال الحياة يحصل بغسل واحد، والغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له، فلا يغسلان غسلا آخر للجنابة أو الحيض التي كانت عليهما،
ولأن الميت خرج عن أحكام التكليف بموته وسقطت عنه الواجبات. فغسل الميت أمر تعبدي غير معلوم الحكمة، وقيل الحكمة معلومة وهي إكرامه بتنظيفه، وقيل في غسل الميت يوهن القوة، يتفكر الموت وما بعد الموت وتوهن قواه وتضعف قواه ويصيبه شيء من الضعف، فالغسل يجبره وينشطه ويقويه. أما التكفين فالحكمة منه ستر الميت. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجب كفن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن سترته واجبة في الحياة فكذلك سترته واجبة بعد الموت. يا رب اجعل لنا تفريجا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وغفرانا لكل ذنب، وأجعل رمضان فاتحة خير، اللهم آمين. اللهم إنا توكلنا عليك وسلمنا أمورنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح، واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء. اللهم رضنا بما يرضيك، اللهم رضنا عنك وارض عنا. اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. يا من لا يخيب به الرجاء، بجاهك وعزتك وجلالك، اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم وكفرت عنهم سيئاتهم ورضيت عنهم وكتبتهم في أهل الجنان وحرمت عليهم النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.